في الحصاد التشريعي لعام 2018 أقر مجلس الأمة 117 تشريعا منها 14 قانونا و29 اتفاقية و74 ميزانية وحسابا ختاميا فيما ضمت القوانين المنجزة تعديلات قانون الرياضة وقانون البلدية وقانون الجيش بما يفتح الباب لإلحاق نحو 25 ألفا من البدوم بالسلك العسكري فضلا عن تعديل قانون محكمه الاسره والمشروعات الصغيره ومن اهم القوانين ايضا منع تعارض المصالح الذي يعتبر خطوه مهمه لمكافحه الفساد المالي والاداري هذا وشملت القوانين التقاعد المبكر الذي ردته الحكومه لاحقا ومكافاه نهايه الخدمه للمتقاعدين في القطاع النفطي ونقابات العاملين في البنوك وتعديل قانون الشركات لحمايه الاقليات وصغار المستثمرين كما نظر مجلس الأمة في تسع طلبات للمناقشة انتهت إلى سبع وعشرين توصية